المشروع عبارة عن تطبيق أبليكيشن اسمه كوين. كوين يقدم خدمات طبعاً هي الأصح منصة لأصحاب الصالونات، حيث يقدر الصالون يسجل عن طريقه، يقدم خدماته، يعرضها، يقدم العروض اللي عنده عن طريق التطبيق. يسهل له عملية الحجوزات وترتيب المواعيد. تحمست له أكثر لما تواصلوا معايا بعد العيد وأعطوني خبر إنه أنا تأهلت للمرحلة الثانية، فتحمست أكثر وأكثر. خلال فترة عملي بالعقار والتعاملات مع باحثين عن عقار أو ملاك، وجدنا عدة مشكلات، من أهمها تسويق العقار. المالك غالباً بيواجه صعوبات إنه يتابع عملية التسويق. المشروع حيخدم الباحث عن عقار، حيوفر عليه الوقت والجهد إنه يلاقي العقار المناسب، بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى حتدعم هذه الخدمة. مشروعي هو عبارة عن ابتكار طوب جديد للبناء ذو شكل هندسي مختلف، له ميزتين: أقل تكلفة، بحيث إنه يأخذ أكبر حيز من الفراغ بأقل تكلفة من المادة. الميزة الثانية اللي هو حيأخذ بإذن الله الإزاحة الزاوية في المنشأ حتكون أقل، عن طريق اللي هو تقليل الضغط والجهد في المنشأ. شكراً لأهالينا وسيدتي على هذه المسابقة الرائدة.